والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لماذا نحن ندعو إلى السلف الصالح؟ لأنهم قد فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا عمليا، ولأن الرسول عليه السلام أمرنا باتباعهم في ذلك ولم يأمرنا باتباع جماعة أخرى في هذه الأرض أبدا مطلقا، وإنما حضنا على التمسك بسنته عليه السلام وبما كان عليه هؤلاء الأصحاب الكرام، وعليهم نطلق نحن كلمة السلف الصالح وإليهم ننتمي.